أعزائي المشاهدين، نعم عدنا والعود أحمد يا إخوان، رجعنا للاستديو بلا تيو بلا بلتهم بلا كلام فاضي. والله الاستديو وحشني، برضو تدرون وش وحشني أكثر؟ أنت يا إخوان. نعم شكيت صح؟ شكيت أني أنا ما وحشتك، بس لا مشتاق لكم يا إخوان. المقطع هذا بنعيد فيه ذكريات مرة كثيرة. أول حاجة المايك هذا من زمان ما صورت فيه، إلى الآن ما حلل قيمته، معليش حصور اليوم بالمايك. ثاني شغلة، من زمان ما صورنا برنامج لفة مع توبز، آخر مرة نزلنا لفة مع توبز السنة الماضية قبل 4 أشهر. لا اليوم لازم نعود، راح ندخل تيك توك بعد شوي نشوف إيش الجديد، نتابع فيديوهات مع بعض، نعلق على اللي يتعلق عليه ونضحك على اللي يضحك عليه ونبكي ممكن نبكي عليه. اضغطوا زر اللايك يا اخوان، نبغى الفيديو هذا لا يقل عن 800-900 الف لايك، واشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين. والإيديتور نفسي الله لا يهينك تدخل لي اسد من هنا، ما شاء الله تبارك الرحمن، من هيبه الاسد ما ادري هل هو اسد ولا انت عزيز المتابع مشرفني في الاستديو عندي، هيبه مخيفه جدا. المهم اسد خلاص توكل على الله، الله يعطيك الصحه والعافيه. انا وهقت الإيديتور الان واحتمال يتاخر في انه يسلمني هذا الفيديو. علشان كذا لا نطول عليه ولا نطول عليكم، خلونا نشوف حلقة لفة مع توبز لليوم كيف راح تكون. عطنا انت في العيد تصب قهوة للضيوف وتسمع الشوال، حط القهوة يا عمي، طمن تكبر خالد بقول له لا فما حاجة يا اخي اقسم بالله العظيم اني متوتر توتر مو طبيعي. اخوان لازم تعرفون انه السنه الماضيه يوم لعبنا ضد مانشستر سيتي في نص النهائي انا بنفسي حضرت الاياب في مانشستر، سافرت لمانشستر حضرت الاياب، كانت هذه اول مره بحياتي اشوف ريال مدريد قدامي. الله لعيبه مدريد قدامي مبسوط، ولكن ما ادري اني كذا بطلع زعلان بعد ما اعطونا 4-0 في ملعبهم ومسخرونا مسخره. اخوان دقيقة، والله دقيقة ثواني، هذا الشال جبته معاي من الملعب، السنة الماضية الشيء هذا صار، المرة هذه عندي ثقة انه راح نسويها وراح نعدي من السيتي في ربع النهائي. والله شكلنا بننجلد وربك يا. العودة إلى 2018 بعد يومين. أوه شيت! دون الآن اخوان في أبو ظبي، أتوقع تشوفون الفيديو هذا إن شاء الله يوم الأحد. زيرو، الفيديو هذا إن شاء الله أنا قاعد أصوره اليوم وبينزل اليوم. زيرو، ليلة تربلة لازم قاعد اوهق الان. الفيديو قاعد تشوفونه ان شاء الله يوم الاحد، بكره الاثنين صح؟ الاثنين بكره يا اخوان الاثنين بيلعبون الهلال والنصر في نصف نهائي كاس السوبر. هذه الصوره خذوها اليوم، الدون صابغ شعره، اذا صبغ شعره مبدئيا فيها هاتريك للدون في المباراه مبدئيا، لكن نصبر ونشوف. كتبوا لي توقعاتكم بالله تحت في الكومنتات. طبعا هذه سياره مصعب تو شاريها وبنسوي مقلب يا بوي. مصعب جاء، صور 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 ردت فعله ردت فعله يا بوي. وش نقول انت؟ وش فيك؟ خدشه ترى، وش؟ الموتر كله يفداني لاني خويك انا. ترى في ناس من جد عندهم المنطق هذا، عادي تكون نايم مثلا في امان الله يجي خويك معاه سطل ماي ويكب عليك وتقوم مخروش وتاوش، واخر شيء يقول لك طلعت زعول. كده بطلع زعول، هديها شوي هذا مو مزح. صحيت من غيبوبه. بسم الله. 7 سنوات غيبوبه؟ لا موضوعك بسيط وبعلم كل شيء صار. وش صار يا دكتور؟ رونالدو جاء النصر والحريم ساقوا، وذا الخبر بيعجبك. سالم الدوسري شرى ايربودز. مستحيل! سالم الدوسري مستحيل يشتري ايربودز. طول الوقت السماعه الطويله ذي وشابكها كذا وملزقها بالاذن الثانيه. واهلين. شفتي جول اليوم؟ لعيونك ترى كان. بيبي. هلا ومرحبا. عطني شودة. ابشر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. دوسي مليس عطينا. ربنا رب القلوب وهو ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب. شوف ابن ونيس يعني ترى انطربت صدت النبرة اللي بيها. هادي الودود عطفه
ملء الوجود. ان شاء الله نكمل ان شاء الله في مقطع قادم باذن الله، اذا وصل المقطع هذا 100 لايك نكمل نشوده كامله. بس ما شاء الله والله اصواتهم جميله جدا. الرجاله لما تركب العربيه حصل خصوصا اذا كان يعني بعد مشوار مو طبيعي، وصلت محل نزلت قروشت ولا نزلت تتمرن ولا ركبت. انا ايش قاعد اشرح يما؟ ابى اقول لك شيء صراحه، الاكل حقك مره ما عجبني. لا حاولي انك تسوي اكل جديد. حاولي تسوي اكل جديد، انا صراحه تعبنا الاكل اللي تسويه. لا يا اخي يا اخي يا اخي، مو كذا المقالب مقالب يا اخي، هذه قله ادب والله، والله هذه قله ادب. اي نعم انه مقلب يعني وبغي يصنع محتوى بس ما هي حلوه والله، يعني حتى اللحظات البسيطه هذه اللي انت قاعد تكسر فيها خاطر امك، اللحظات البسيطه هذه البسيطه والله ما تسوى، ومسؤول عنها وتحاسب عليها مع انها لحظات بسيطه. ها بعدين بتقولها ترى مقلب وبتضحك وبتنبسط، بس هل يسوى الموضوع انك تضايقها وتكدر خاطرها ولو كان ثواني بسيطه؟ والله ما تستحق. في بعض المقالب ما هي مقالب يا عمي، كل شيء الا الام، كل شيء بالدنيا الا الام. انا امي احيانا تسالني مثلا ايش سويت بالاختبار، حتى لو كنت مزفت بالاختبار اقول لها والله اديت كويس، الاختبار كان سهل. المفروض نكون كذا يا اخوان، ما نحاول ايش نوصل اي خبر سيء لامنا، ما نحاول نكدر خاطر اهلنا باي شكل من الاشكال، لانه الام وخصوصا الام ترى تشيل همك، ومهما زعلت مستحيل تبين انها زعلت قدامك. فديروا بالكم على امهاتكم يا اخوان، الله يحفظهم جميعا، والله يرحم كل من فارقت ام الحياه. يعني معقولة هو رجع قصة الاندومي من جد؟ وهل إذا رجع قصة الاندومي هل راح يرجع أداء قصة الاندومي؟ الله يستر، والله ما أدري. يلا يا رب، يلا يا رب. يعني اللي سواه الدوم في مباراة أبها، الفاولين الأسطورية اللي جابهم، وضعية التهديف من الليلة بيرسون. أتمنى يستمر على هذا الأداء في مباراة الهلال، أتمنى. حبو تسوى حادث، إيش بك ساكت؟ أقول لك أقول تسوى حادث، الناس أونلاين. اصبر عليش يا عمي، خلينا يا عمي انت تستهبل. ما انك موظف يا اخي، اديني نصايح يا اخي، من اول ادور على شغل ماني لاقي. لو مش لاقي شغل اشتغل اي حاجه. طب يا عمي انت تقدر تتكلم ترى، لو محبط اشتغل افتح فمك قول ده كله راح قدام الناس. يا عمي ضحك انت، سيب الجوال، هذه اشياء تسويها لما تكلمني في الجوال، لازم تتعلم كيف تتكلم. قول اوكي. معقول في ناس يعني ينسون الكلام ويبدون يستخدمون الرياكشنات في التواصل؟ ما ادري، احس شيء صعب انه يصير صراحه. على العموم اذا انت مشترك اشترك يا حبيبي. امطار، الم ترى كيف فعل ربك في اصحاب الفيل؟ ما شاء الله. اها ايش دخل هذه جدتنا حقتنا. امطار، الم ترى كيف فعل ربك في اصحاب الفيل؟ ما شاء الله. شوف ايش الربط في الموضوع؟ هو حب ينصح، حب يحط عظه في الموضوع، لكن ما ضبطت وياه. خواف يا وحش، لما تصدم رابر لا حول ولا قوه الا بالله. من الغشمان دول يا ابوي كيف؟ لا 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 جبني ورا مين؟ جبني ورا مين يا جماعه؟ انت الشوي ولا انت الشوي ولا فين رايح ذا؟ فين؟ لا 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 يا مصور وبيرسل لنجم، وانا في الشارع الوحيد هذا، انا النجم، سيارته سودا وفوقه في حبه نقطه سودا كانه تمثال لبودا. الكل يبغى عندي، الكل يبغى يصدمني، ما حد منهم يركز او يبغى يشوفني او يبغى يكلمني. قبل ما ادق فرامل احذر مني، انا ياو انا الان ما سوف اغني. ياو يلا بسرعه امشي من هنا، انا عارف اني خوفتك. ياو في الصباح حفظ شكشوكه، لو تبغى تتكلم معايا تعال راح نحدد ونسوي سكسوكه. والله جاهز المايك والعده ورا، اي موقف يصير هوب ينزل المايك وبسم الله اعطاك فري ستايل. صاحبك اللي بيضحك على اي حاجه. انا كويس، انت عامل ايه؟ انا كمان كويس. كويس. ما في اي بني ادم في العالم زي كذا، مع احترامي وحبي وتقديري للسكتش، بس ما في اي احد يقول انت كويس يضحك. يا غبي كيف الطلب؟ عندنا ليه؟ راسك عندنا كود خصم يا الهطر. شفت صح؟ لا بس حط بالسله وما تشتري. اشتري. آه
اخ والله العظيم حقيقي بشكل مو طبيعي. هذا يمكن افضل سكتش معانا اليوم. تتفقون ولا ما تتفقون؟ اذا تتفقون انزل لايك، اذا ما تتفقون انزل اشتراك. تعرف احمد السقا؟ اه انا ساكن في السقا اللي ابوي. اثنين ماشيين مع بعض في الشارع، فواحد ماشي مع واحد فقال له حاسب العمود يا رمضان. بيقول لك مره اخطبوط ماشي مع ايه اخطبوطه، فقال لها هات ايدك هات ايدك هات ايدك هات ايدك هات ايدك. ايش هذا؟ لا لا كثير علي كذا، كثير كثير. اين وصلنا لنهايه الفيديو يا اخوان؟ فيديو خفيف لطيف بسيط، غيرنا في جو. اتمنى بصوتكم يا اخوان وغير عليكم، يعني غير عليكم ايش يا المناخ نهدى زبدة. يعطيكم العافية يا اخوان على المشاهدة. عيد مبارك، كل عام وانتم بخير مبدئياً. كل عام وانتم طيبين، ومن العايدين ومن الفايزين ومن السامين والغانمين. والله عود علينا وعليكم ان شاء الله كل سنة باليومني والمسرات. تأكد عايز متابعة انكم ضايفني على السناب شات، لانه الفعاليات هناك مو طبيعية، يومياً فعاليات مجنونة. تعال شوف ردة فعل على هلا والنصر، تعال شوف ردة فعل على مانشستر سيتي وريال مدريد، تعال شوف اجواء العيد، فعاليات مجنونة. بتفوتك اذا ما كنت ضيفي في السناب شات، فضيفني هناك. وشكرا على المشاهدة، يعطيكم العافية، اشوفكم ان شاء الله على خير. كلامك عبد الله، مع السلامة.